السلام عليكم ورحمة الله. سكشن مالية عامة، هنتكلم فيه عن الفصل بتاع الإيرادات العامة. يعني هو سكشن خفيف كده، هنتكلم فيه يعني عن هنعمل الفصل في شكل 20 جملة اختياري، كذا سؤال كده. أول حاجة بيقولي فريضة إلزامية تقوم الدولة بتحديدها بما تتمتع به من سيادة، ويلزم الممول بأدائها متى انطبقت عليه شروطها. يعني فريضة الدولة بتفرضها على الفرد، ولازم بيكون مجبر ان هو يدفعها طالما الشروط اللي الدولة فرضتها انطبقت عليه. ايه هي؟ قال لي الضرائب ولا القروض ولا الرسوم؟ لا، الضرائب. طيب، تتمثل مصادر الإيرادات العامة في الضرائب، الرسوم، الإتاوات، جميع ما سبق، جميع ما سبق. طيب، هو عبارة عن مبلغ معين من المال بيقوم الممول بدفعه للدولة مقابل بعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لأفراد المجتمع. هل هو الرسم أم الإتاوة أم القروض؟ الرسم. يبقى الرسم هو عبارة عن مبلغ معين بيدفعه الممول للدولة مقابل بعض الخدمات اللي بتقدمها الدولة ليه، واللي بتعود بالمنفعة ايه عليه، ده بسميها رسوم. طب ايه هي امثلة الخدمات اللي بتعود على الفرد نظير دفعه للرسم ده؟ قالك هل هي خدمات القضاء، خدمات استخراج رخص القيادة، التعليم الحكومي، جميع ما سبق، جميع ما سبق. يعني كل الخدمات دي بتقدمها الدولة للفرد وبيدفع مقابلها الرسوم بتاعتها. وطبعا الخدمات دي يعني رسومها الدولة بتقدمها له في شكل رسوم رمزية، وإن كانت دلوقتي في شكل رسوم ايه رمزية، ولكن هذه الإيرادات أو هذه الرسوم بتصب في الآخر فين؟ في إيرادات الدولة أو في ميزانية الدولة، بتبدأ إن هي تغطي بيها نفقاتها أو إن هي تعالج بيها بعض المشاكل والأزمات اللي بتمر بيها، وتبدأ تعيد تدويرها مرة تانية. خلاص، تمام. طيب، بعد كده قال لي ممكن برضو أعرف الرسوم على إنها مبلغ من المال تقوم الدولة بتحديده استنادا إلى نسبة المنفعة العامة للمنفعة الخاصة في الخدمة التي تؤدى للأفراد. تمام. طيب، قال لي غالبا ما تكون المنفعة العامة اللي بتقدم للفرد نقط من المنفعة الخاصة اللي بتعود على دفع الرسم. هل هي أقل أم أكبر أم تساوي المنفعة اللي بتاخدها الدولة؟ هل هي أكبر أم أقل من المنفعة اللي بياخدها الفرد اللي بيدفع الرسم؟ قالك أكبر. يبقى المنفعة اللي تعود على الدولة، ماشي، هتكون أكبر من المنفعة اللي بياخدها الفرد اللي بيدفع الرسوم. طيب، قال لي مبلغ من المال تقوم الدولة بتحديده ويقتصر دفعه على طبقة معينة من أفراد المجتمع، وهي طبقة ملاك العقارات. يعني المبلغ ده بس بيدفعه ملاك العقارات. ايه هو؟ قال لي الإتاوات. طيب، هنعمل بقى مقارنة ما بين الإتاوة والرسم، هنشوف. أول حاجة بيقول يقتصر دفع نقط على طبقة ملاك العقارات، لسه قايلينها، ايه؟ الإتاوة. في حين يمتد دفع نقط لكل فرد بيطلب خدمة وبتعود عليه بمنفعة خاصة. ايه هو؟ الرسم. يبقى إذن الإتاوة بتفرض فقط على مين؟ على ملاك العقارات، لكن الرسم فده بيدفع لكل فرد بيطلب خدمة عامة وبياخد مكانها منفعة خاصة. وزي ما قلنا إن المنفعة العامة بتكون أكبر من المنفعة الخاصة. طيب، رقم 9، درجة الإكراه في حالة إيه أكبر بكتير من درجة الإكراه في حالة إيه؟ قال لي درجة الإكراه في حالة الإتاوة أكبر بكتير من درجة الإكراه في حالة الرسم. على فكرة أنا عندي رقم سي برضو صح، درجة الإكراه في حالة الضريبة أكبر من درجة الإكراه في حالة الإيه الرسم. يبقى أنا عندي، ركزوا، رقم 9 هنا الإجابة رقم بي ورقم سي صح. يعني المفروض هنا أكتب في دي بي وسي معا. يبقى هو لو جاب لي درجة الإكراه في حالة إيه الضريبة أكبر بكثير من درجة الإكراه في حالة الرسم، وبرضه درجة الإكراه في حالة الإتاوة
اكبر من درجة الاكراه في حالة الايه الرسمي، يبقى بي وسي دمت صح. طيب عقوبة مالية بتفرض على مرتكبي المخالفات القانونية، هل هي القروض العامة؟ هل هي الضرائب؟ هل هي الغرامات؟ قال لي الغرامات ديت عبارة عن عقوبة بتفرضها الدولة على الناس اللي بتخالف بعض القواعد ألزمها القانون. زي ايه؟ زي مثلا بعض الغرامات اللي بتفرضها الدولة على على الناس اللي مثلا بيزرعوا أو بياخدوا الأراضي الزراعية ويحطوا مكانها مباني أو بيبنوا مكانها، فالدولة بدأت إن هي تعمل غرامات قانونية على كل واحد هيبني في الأراضي الزراعية. تمام، هدف الدولة من فرض الغرامات مش إن هي تحصل إيرادات زي مثلا في حالة الضرائب أو في حالة القرض إلى آخره أو في حالة الرسم أو في حالة الإتاوة، ولكن هدفها إن هي توجه أو تقرص على المواطنين عشان ما يعملوش تاني أو ما يمشوش تاني ضمن اتجاه طريق مخالف القواعد القانونية، وطبعا يكون ده بيؤدي طبعا لإهدار البيئة أو ممكن يؤدي إلى برضو إهدار المجتمع. تمام، وطبعا بيسبب أو بيبقى سلبياته كبيرة جدا على المجتمع في المستقبل، لأن أنا لو أهدرت زي ما احنا لسه قايلين الأرض الزراعية خلاص مش هيبقى عندي صادرات زراعية، الأكسجين هيقل إلى آخره. تمام، الثروة الزراعية هتتدهور. تمام، برضو في مخالفات بتتفرض أو غرامات بتتفرض على أصحاب المصانع اللي بيلقوا مخلفاتهم في النيل، ديت برضو بيدفعوا بعض الغرامات لأنهم بيخالفوا القواعد القانونية وبيلوثوا مياه النيل، فبالتالي بيهدروا البيئة. فبالتالي الدولة بيكون هدفها الأول من إن هي تفرض غرامة إن هي توجه الأفراد بإن هما ما يرتكبوش أخطاء أو مخالفات بتخالف القواعد اللي حطتها الدولة. خلاص تمام، يبقى العقوبة دي بنسميها بالغرامات. طيب الملكيات الخاصة للدولة بتنقسم إلى إيه؟ قال لي بتنقسم إلى ملكيات عقارية وملكيات زراعية وصناعية وتجارية. طيب قال لي هي أموال عقارية منقولة بتملكها الدولة سواء كانت هذه الملكية ملكية عامة أو ملكية خاصة، إيه هي؟ إيرادات الدومين. طيب بتتضمن إيرادات الدولة الناتجة عن ملكيتها لأراضي زراعية وأراضي بناء وعقارات مبنية، دي بنسميها إيرادات. عفوا، بنسميها إيرادات الدومين العقاري. بعد كده بتشمل ما تحصل عليه الدولة من عوائد نتيجة لامتلاكها بعض المشروعات التجارية والتي تعمل في التجارة، دي بنسميها إيرادات الدومين التجاري. خلاص طيب بعد كده بتعتبر أحد المصادر التي تلجأ إليها الدولة لمواجهة العجز في ميزانيتها ولمواجهة الطوارئ، دي القروض العامة. الدولة بتلجأ للقروض العامة ليه؟ بهدف إن هي تغطي العجز في الميزانية أو تواجه بعض الطوارئ والأزمات الإيه الطارئة اللي ما كانتش حاطاها في الحسبان وما توفرش عندها سيولة كافية إن هي تغطي الطوارئ دي. طيب بيعتبر أحد الموارد الهامة اللي بتعتمد عليها العديد من الدول غير الإسلامية، ودي بتكون أقل عبء على أفراد المجتمع، بنسميها اليانصيب أو إيرادات اليانصيب العام. بيقولي لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تلجأ لهذا المصدر لتمويل النفقات العامة مهما حققت من إيرادات. هل هي ما تقدرش أو الدولة لو كانت إسلامية ما ينفعش تلجأ للقروض، ولا ما ينفعش تلجأ للضرائب، ولا ما ينفعش تلجأ لليانصيب العام؟ لا، ما ينفعش تلجأ لليانصيب العام. طيب عندما تحصل الدولة على القرض من أفراد ومؤسسات محلية
يعني داخل الدولة، محلي يعني جوه الدولة. القروض دي بسميها ايه؟ بسميها قروض داخلية. والعكس طبعا، لو كانت بتحصل على قرض من أفراد ومؤسسات خارجية بسمي القرض ده قرض خارجي. طيب، تعتبر أحد المصادر الإيرادية التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل النفقات الحكومية، هل هي القروض أم إيرادات الدولة من ممتلكاتها ولا الإتاوات؟ قال لي إيرادات الدولة من ممتلكاتها. آخر حاجة، تظهر أهمية هذه الموارد بصفة خاصة في أوقات الحروب، حيث يتكاتف ويتسابق أفراد المجتمع على تقديم يد العون للدولة لتمويل نفقاتها وسد عجزها. ايه ده؟ قال لي الهبات والهدايا والمعاناة الايه؟ الأجنبية. تمام؟ وبكده نكون احنا لخصنا التعريف الخاصة أو التعريف الموجودة معانا في الفصل عامة. وإن شاء الله يكون سهل الفصل عليكم شوية.